الكرام في المملكة العربية السعودية، أسعد الله أوقاتكم بكل خير وتقبل الله طاعاتكم وصياما مقبولا. تتأثر المملكة بمشيئة الله تعالى خلال نهار يوم غد بتحرك لمنخفض جوي خماسيني يتحرك من بلاد الشام، سيؤدي إلى نشاط كبير في سرعة الرياح في المناطق الشمالية والشمالية الغربية وبعض الأجزاء الشمالية من المناطق الوسطى. على إثر ذلك يتوقع تشكل عواصف ترابية وموجات غبارية في أغلب هذه المناطق مع تدني كبير لمدى الرؤية الأفقية. على الجانب الآخر يتوقع حدوث ارتفاع لافت على درجات الحرارة في المناطق الشرقية والجنوبية الشرقية وسط أجواء حارة إلى شديدة الحرارة، كما تتهيأ الفرصة لبعض الزخات المحلية الرعدية من الأمطار في بعض المناطق الوسطى من المملكة. خرائط الغبار تشير إلى وجود موجات غبارية مع ساعات الصباح، لكن سرعان ما تصبح هناك موجات غبارية كثيفة في أغلب مناطق شمال المملكة مثل عرعر، سكاكا، رفحاء، وصولا إلى مناطق حفر الباطن، القصيم، وحائل، أجزاء من تبوك وأجزاء من المدينة المنورة. وربما بعض من هذه الموجات ربما تتجه باتجاه العاصمة الرياض مع وقت متأخر من يوم السبت. بالنسبة لتوقعات الهطولات المطرية، كما تشير التوقعات إلى وجود بعض الأحوال الجوية غير المستقرة في هذه المناطق، تقع على الجنوب من العاصمة الرياض، مناطق الجنوبية الغربية من محافظة الرياض، أجزاء من نجران والمرتفعات الجبلية الجنوبية الغربية، بالإضافة للأجزاء المناطق الشرقية. هذه الأحوال الجوية غير المستقرة يتوقع أن تستمر خلال اليومين القادمين على وجه التحديد. بالنسبة للأحوال الجوية المتوقعة نهار يوم غد، في سكاكا من 30 إلى 16، في تبوك من 31 إلى 15، في عرعر من 29 إلى 17، وأجواء مغبرة بكثافة. في جدة من 37 إلى 25، في المدينة المنورة من 37 إلى 25، في مكة المكرمة من 39 إلى 27، وفي الطائف من 30 إلى 21 درجة مئوية. بعض الزخات محتملة في أبها من 26 إلى 17 درجة مئوية، في الباحة من 26 إلى 20، وفي جزاء من 34 إلى 20 درجة مئوية. بالنسبة للمناطق الشرقية، في الإحساء كما ذكرنا هناك أجواء ما بين حارة إلى شديدة الحرارة، 44 درجة مئوية نهارا، الصغرى 30. في الدمام من 41 إلى 29، تتهيأ الفرصة ليلا ومع ساعات المساء لبعض الزخات المحلية من الأمطار. في حفر الباطن من 43 إلى 28 مع أجواء مغبرة بوجه عام. المناطق الوسطى بما فيها العاصمة الرياض أجواء مغبرة 40 إلى 27، لكن هناك فرصة لزخات محلية من الأمطار قد تكون رعدية. في القصيم من 39 إلى 25 مع أتربة مثارة، وفي حائل من 36 إلى 18 مع أجواء مغبرة للغاية. بالنسبة للأحوال الجوية المتوقعة خلال الأيام القادمة، إذا في الرياض 40 إلى 27، يوم الأحد 39 إلى 24، يوم الاثنين من 34 إلى 23، لكن هناك انخفاض قادم على درجات الحرارة، وتبقى الفرصة مهيئة لبعض الزخات المحلية من الأمطار يوم الأحد وسط أجواء مغبرة بوجه عام. هذا كان كل ما لدينا بشأن الأحوال الجوية. دمتم في رعاية الله، إلى اللقاء.